السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. أحياناً بعض الكلمات تعيدك من حافة السقوط، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تتابعوا أفضل الأفلام الكورية والأسيوية على قناتنا الجديدة اتش دي فيلم بلس، هتلاقوا رابط القناة في الوصف أو على الشاشة. وبيبدأ فيلمنا النهاردة في دار أوبرا بلندن مع ميلي، وهي بتحضر عرض مميز جداً بتعود أحداثه للقرن التسعتاشر، وبيطار عليها ملامح الاندماج لدرجة إنها بتتخيل نفسها هي بطلة العرض على عكس حبيبها اللي بينام في الأوبرا من الملل. وبترجع ميلي على البيت وبتفضل تتفرج على عروض الأوبرا طول الليل. وتاني يوم بتروح ميلي شغلها في صندوق النقد اللي تعرفت فيه على حبيبها تشارلي واللي كان السبب في تعيينها، وبيعرضوا عليها إنها تترأس العمل بسبب نجاحها وكفاءتها، لكنها بتفاجئ الكل وبترفض، وبتقول لهم إنها كانت محظوظة بيهم لكنها مضطرة ترفض وبتسيبهم وبتمشي. فبيجري تشارلي وراها وبيحاول يقنعها تتراجع عن قرارها لأنه شايف إن دي فرصة ممتازة، وبيقول لها إن الوقت ما تأخرش عشان ترجع في كلامها، وإنه ممكن يقول لمديرها إن ده من أثر حبوب الاكتئاب. لكن ميلي بتقول له إن مش ده هي اللي بتحبه وإنها مش مكتئبة أصلاً، وبتقول له إنها محتاجة تكتشف هي بتحب إيه وبتمشي. وبالليل بيحاول تشارلي يفهم منها هي ليه خدت القرار ده وإيه اللي هي بتحبه، فبتقول له إن في حاجة كان نفسها دايماً تعملها، لكن بتحاول تطمن منه إنها لو عملت حاجة غبية هيفضل يحبها. فبيطمنها إنه هيبص على الجانب المشرق دايماً، وده بيشجعها إنها تقول له قرارها، وهو إنها تسيب وظيفتها كمديرة للصندوق وتشتغل مغنية أوبرا. فبيسخر منها تشارلي وبيقول لها المكان الوحيد اللي ممكن تغني فيه هو الحمام، وده بيضايق ميلي جداً. وتاني يوم بتروح ميلي تزور صاحبتها باتريسا في معهد الموسيقى، وبتتفاجئ صاحبتها إن ميلي عاوزة تغني لأنها ما شافتش منها أي ملامح تبين إن عندها موهبة، وبتقول لها إن لجنة التحكيم في معهد الموسيقى مش هياخدوها على محمل الجد وهيقولوا إن دي مجرد نزوة. لكن قدام إصرار ميلي وعلى الرغم من إن باتريسا مش مقتنعة، لكن بترشح لها طريقة سريعة توصل بيها لتحقيق حلمها لو كانت موهوبة فعلاً، لأن سنها كبير وتحقيقها لحلم غناء الأوبرا ده كان لازم يبقى من بدري. وبترشح ليها ميغان جيفري مغنية الأوبرا المتقاعدة واللي ممكن تساعدها في التدريب وتدخل مسابقة صيت المغني. وكانت ميغان جيفري شخصية صعبة وحادة الطباع، بالإضافة أنها متقاعدة ومنعزلة تماماً عن التكنولوجيا، وبتسكن في قرية ريفية في اسكتلندا. وفي الأول بترفض ميغان، لكن ميلي بتعرض عليها مبلغ كبير فبتوافق تدربها، وبتحدد لها ميعاد تاني يوم كاختبار بحجة أنها مشغولة برغم أن ما عندهاش أي متدربين غير شخص واحد بس اسمه ماكس. وفي نفس اليوم بالليل بتلم ميلي شنطتها وبتسافر في طريق طويل من لندن لاسكتلندا، وبتوصل لمدربتها اللي بتكون في نفس الوقت بتدرب ماكس، وعلى ملامحها باين الملل وعدم الرضا عن أدائه. وبيتضح إن ماكس بيشتغل في فندق صغير جدا في البلدة، وبتروح ميلي للفندق بالصدفة وبتطلب الإقامة فيه، لكن صاحب الفندق بيرفض في الأول، فبتقول له ميلي إنها ممكن تقيم عنده لمدة سنة لو المدربة ميجن قبلتها، فبيوافق وبيطلب من ماكس ياخد شنطتها ويحطها في الجناح العرسي لأن هو الوحيد اللي فاضي. وكان ماكس بيعملها معاملة سيئة لأنه عرف إنها جاية البلدة تتدرب عند ميجن وهتدخل مسابقة صيت المغني اللي بيتضح بعد شوية إنه بيشارك فيها وإنه فشل فيها مرتين. وبتلاحظ ميلي طريقة ماكس الغريبة فبتسأله ليه بيعملها كده، لكن مش بتاخد منه إجابة وبيسيبها وبيمشي. وبتنزل ميلي تاكل، فبتبدأ الناس المقيمة في المكان يتعرفوا عليها وبيسألوها عن سبب زيارتها من لندن لاسكتلندا، فبتحكي لهم قصتها وبيستغربوا جدا من قرارها. وبتتفاجئ ميلي إن ماكس كمان هو الشيف وإن أكله كويس جدا. وتاني يوم بتروح لمعلمتها على التل وبتكون شكلها شيك جداً، وكان واضح على مدربتها إنها غريبة الأطوار وبتحاول تستفزها وتوترها وكمان بتعملها معاملة غريبة. وبيجي ماكس يعمل تصليحات في بيت المدربة بصوت عالي جداً، فبتضطر ميجن تنهي الاختبار. بعدها بتقول لها مدربتها إنها عديمة الفايدة وإن صوتها سيء جداً وإنها محتاجة تعتذر لها إنها ضيعت وقت في إنها تسمع صوتها، لكن برغم كل ده فهي هتقبلها كنوع من التحدي. ودي كانت أول بذرة أمل لميلي، وبتشترط عليها المدربة إنها تبعد عن الكحول والممنوعات وكمان تنسى ماضيها لأن لازم مغني الأوبرا يبقى بيعاني، وبتقول لها إنها دايماً هتحطها في معاناة، وبتسألها لو عايزة تنسحب ممكن تنسحب دلوقتي، لكن ميلي بتقول لها إنها موافقة على كل شروطها. وبعد كده بيلفت انتباهها ماكس وبتحاول تعرف عنه أكتر من صاحب الفندق اللي بيقول لها إن ماكس بقاله 5 سنين بيتدرب عند ميجن وإنه حاول مرتين وفشل ودي هتكون فرصته الأخيرة. وبتبدأ ميجن تدريب قاسي لدرجة إنها في مرة شدت لسانها وطلبت منها تستمر في الغناء، ومن كتر ما التدريبات كانت قاسية ما كانتش بتعرف تتكلم من ألم زورها ولا حتى تاكل. وبيشوفها ماكس وبيبدأ يتعاطف معاها وبيديها مية دافية بالملح عشان تساعدها. وبتستمر ميلي الفترة ما بتعملش حاجة غير إنها بتتدرب طول الوقت وفي كل مكان، لحد ما في مرة بيسمعها صاحب الفندق وبيلاقي إن صوتها مش حلو
فبقرار يروح لميجن خوفاً من إنها تكون بتستغل ميلي وبتاخد فلوسها، فبتعامله ميجن بطريقة فظة وبتقوله إنه نموذج للفشل وإنه ما ينفعش يديها نصيحة، فبيسيبها وبيمشي. ولما ماكس شاف ده قرر إنه يساعدها وبياخد لها مجموعة من الكتب عشان تقرأ أكتر وتفهم، وبيوديهم ليها في الفندق وبيمشي من غير ما يستنى إنها تقوله شكراً. وبتعدي 3 شهور من التدريب، وبتقدم لها المدربة في تجربة أداء بمسرح الأميرة الملكية في قرية اسمها أدنبرا. ولما ماكس بيعرف بيقول لها إنها لازم تقوم بتمرين عشان يساعدها على الغناء، فبتستغرب إنه عايز يساعدها، فبيقول لها إنه بيساعدها عشان هي بتمثل ميجن وهو مش عاوز شكلها يكون وحش، وفعلا بيدربها. وعلى الرغم من قلقها في التجربة بيكون واضح إن الناس والمدربة وماكس عجبهم أدائها. وبتصحى ميلي تاني يوم على خبر ما كانتش تتوقعه بجريدة البلدة، وكان الخبر بيتكلم عن جمال صوتها وإن فيها إمكانيات صوتية لسه محتاجين يكتشفوها أكتر. أما ماكس فصوته كويس لكن دايماً ناقصه شيء، وهنا بتقترح المدربة إنهم يكونوا ثنائي عشان كل واحد فيهم يستفيد من التاني ويكملوا. وبيبدأ ماكس وميلي يتدربوا، وفترة التدريبات بيظهر بينهم مشاعر، لكن بيقطعهم تشارلي حبيب ميلي اللي بيفاجئها وبيجي لها مكان تدريبها عشان يعرفها قد ايه هو فخور بيها وانه بيحبها، وبيقضي اليوم معاها في اسكتلندا. وتاني يوم بيرجع لندن، وبترجع ميلي وماكس يكملوا تدريبات مع بعض، بس المرة دي قدام مدربتهم اللي بتتأثر جدا، لكن بتتعصب لانهم مش بيبصوا لبعض وبيتفاعلوا هما بيغنوا اغنية رومانسية. وكان واضح على ماكس انه بيكن المشاعر لميلي، لكنه كان متضايق بسبب ظهور حبيبها مرة تانية، وكان فاكر إن ميلي بتبادله نفس الشعور. وبتلاحظ ميجان مشاعر ماكس، فبتقترع عليه إنه يسافر لفترة من غير ما يقول لها عشان تفتقده. وفعلاً بعد أول يوم بتبدأ ميلي تسأل عن ماكس، لأنها تعودت على وجوده كل يوم كطباخ في الفندق، وهو اللي بيقدم لها الأكل، وكمان هو اللي بينظف كل أوض الفندق، ده غير التدريبات اللي كانوا بيحضروها سوا. لكن دلوقتي هو مختفي وهي ما تعرفش عنه حاجة، وما كانتش تقدر تسأل عليه ميجن. وبعد أيام بيفاجئها ماكس برجوعه، وبيحضر لها الفطار وبيقعدوا يتكلموا وهم مبسوطين. وهنا بيعترف لها ماكس إن عنده ليها مشاعر، لكنها بتقوله إنها مرتبطة وإن لازم يبقى بينهم حدود، وهي هتعتمد على نفسها حتى في تحضير أكلها. وفعلا بتعدي أيام، وكل واحد منهم بيتدرب ليل نهار من غير ما يتكلموا حتى كلمة واحدة. وبيجي اليوم اللي استنوه كتير، وهو يوم المسابقة، مسابقة صيت المغني اللي بتحضرها ميلي لأول مرة. وبتجهز ميلي شنطتها وبتحطها في العربية، وبتقول لماكس هتشوفه في لندن. وكان ماكس اتعود على جو المسابقات وكان قرب مرتين من الفوز، لكن ما كانش بيفكر غير في ميلي. وفي مسابقة صيت المغني بلندن كان الفوز بيها هو حلم كل مغني أوبرا، وبيتنافس على اللقب فيها أكتر من 15 فنان. وكانت ميلي بروحها الحلوة بتطمن كل اللي حواليها طول الوقت، حتى اللي كانوا بيتنافسوا معاها. وبنفس الوقت كل اللي في البلدة كانوا مجتمعين في الفندق وبيتابعوا المسابقة وهم قلقانين جداً، وبيحكموا على الأصوات على حسب ذوقهم كأنهم الحكام. وبتيجي فقرة ميلي اللي بتخرج بفستان جميل وأنيق بملامح حادية، وبتبدأ تغني بإحساس عالي وسط إعجاب كل الحاضرين، خاصة حبيبها تشارلي اللي كان بيشجعها بحرارة عالية. أما ماكس فكان مستنيها وبيعرض عليها الجواز بطريقة رومانسية وبيقدم لها خاتم الزواج. فبتجري ميلي وهي مرتبكة جداً، فبتشوف ميجان الموقف وبتروح وراها وبتسألها بصراحة إذا كانت ناوية تتجوزه ولا لأ. فبترد عليها ميلي وبتقول لها إنها مش ناوية تتجوزه، بس خايفة تقوله كده عشان ما تكونش السبب في تشتيت انتباهه وتبقى عنده فرصة ينجح. وبتطلب من ميجان تسيب معاها الخاتم لحد ما المسابقة تخلص عشان يقدر يركز، لكن ميجان بترفض وبتقول لها إنه لازم يعرف ردها وهو يختار إما يغرق أو يسبح ويكمل. وبترجع له ميجن وهي بتشجعه وبتقول له انه هيغني اغنيه فيجارو، الرجل السعيد بطل القصه اللي كل النساء والرجال بتحبه، وبتطلب منه يغني بفخر وسعاده، وبتاخد ايده لحد المسرح عشان تدعمه وتشجعه اكتر. وفعلا بيبدا ماكس يغني بحراره، فبينبهر كل الحاضرين وبينال اعجابهم وسط تصفيق من الجميع بما فيهم مدربته وحتى اهل قريته اللي كانوا بيتابعوه بيتمنوا فوزه. وبتيجي لحظه الحسم وقت اعلان اللجنه للفائز، لكن السنة دي اللجنة بتقرر إنه مش هيكون فيه فائز واحد، لكن هيكون فيه 2 فائزين. وفي البداية بيعلنوا عن اسم الفائز التاني، وكانت بنت من المتسابقين طول الوقت متوترة، وبعد إعلان اسمها بتجري على ميلي لأن لولا تشجيعها ما كانتش هتقدر تقدم العرض بشكل كويس. أما الفائز الأول فكان من نصيب ماكس، وأخيراً بيقدر يفرح أهل قريته ويحقق حلم تعب علشانه سنين كتيرة. وما كانتش ميلي زعلانة إنها خسرت، بالعكس فرحها لماكس كان أكتر بكتير. وبترجع ميلي لحياتها الطبيعية، لكن بتقرر إنها مش هتقف لحد هنا عن تحقيق حلمها، وإنها تسعى أكتر عشان تحقق حلمها، لأن سنة ما كانتش كفاية. لكن المرة دي تشارلي حبيبها ما بيشجعهاش ولا يقف جنبها لإنها خسرت. وبتعدي 3 سنين، وكان ماكس مطرب مشهور وكان لازم يختار حد يشاركه كثنائي، فبترشح له مديرة أعماله 2، وكانت ميلي منهم، فبيختار ماكس ميلي بدون تردد.
وأول ما بيشوفها بيقول لها إنه رجع الخاتم اللي جابه وأخد فلوسه كاملة، وبيرجعوا يغنوا كثنائي من جديد، لكن المرة دي وماكس شخص مشهور وسط إعجاب كل اللي بيسمعهم من الجماهير. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تتابعوا أفضل الأفلام الكورية والأسيوية على قناتنا الجديدة HD Film Plus، هتلاقوا رابط القناة في الوصف أو على الشاشة. لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD Film.